نروح لأسئلة المشاهدين بقى، لأن طبعا بيبقى برضو مهم جدا نرد على حضراتكم ونستغل وجود دكتور دينا معانا على الهواء مباشرة. نروح لشادي الأباصيري. السلام عليكم، أنا بلعب جيم، عايز أبني عضلات وإن شاء الله هفضل مستمر خلال شهر رمضان، فكنت عاوز أعرف هل ألب مالتي فيت بيفيدني، وأخده إمتى، وقبل التمرين ولا بعد التمرين؟ ألب مالتي فيت هيفيده للنشاط وللطاقة وليس للعضلات. لو هو عايز يبني عضلات هياخد ألب مالتي فيت وياكل بروتينات بقدر الامكان. نقطه مهمه، ياكل بيض، ياكل البان، ياكل لحمه، بس بلاش اللحمه يعني تبقى كتير قوي عشان نسبه اليوريك اسيد ما تعلاش. فياكل بروتينات كتير جدا لو عايز يبني عضلات، ده اكيد. ألب مالتي فيت هيبقى داعم لصحه الاعصاب، لو هو عايز يبتدي يعمل عضلات اكيد هيشيل اوزان طبعا. فعايز اعصابه تبقى حديد، ألب مالتي فيت هيعمل ده. اوكي، طب هو مفروض ان ألب مالتي فيت برضو يعني ملوش فكره ان انا اوقفه وارجع له، يعني بمعنى انا دلوقتي لو اخدته مثلا شهر ونسيت ما واظبتش بعد كده اقدر ارجع تاني بنفس، يعني ما فيش مشكله لو غصب عني نسيت، لو وقف فتره، لو ناس بتاخده قبل رمضان في رمضان كسلت نسيت، بتحصل. هو ملوش اي اعراض جانبيه، ده فيتامين ان انا اوقفه فملهاش مشكله يعني اطلاقا، بس انا بنصح ان انا اكمل عليه عشان اكيد لما هوقف الفيتامينات الجسم محتاج منها انتيك يومي. ايوه صح. والب مالتي فيت معظم الفيتامينات بتاعته مش بتتخزن في الخلايا، دي قابله للذوبان في الماء، فاصلا ما فيش مخزون ليا اوكي جوه جسمي، ده يا دوب اللي داخل هو اللي احنا بالزبط. محتاجينه، وربما بدوزز اقل بالزبط. كمان طبعا. فلو انا بطلته شهر وشهرين اكيد هلاقي ان النشاط، لو انا نشاطي مش قد كده، اكلي مش صحي، الاقي نفسي تعبانه، عندي خمول، واصلا الحاجات المحمره كتير بتجيب خمول يعني، ده شو فور شور 100%. فعشان كده بقول مش لازم نكتر في التحمير، ناكل مره في الاسبوع تحمير والباقي نايف نايف. تفتكري ده ممكن يحصل؟ هنشوف. والله لما اللي بيخاف على صحته بيقدر، يعني انا كنت زمان طول الوقت محمر، ومحمر ايه 3 بالليل. تعرف مشكله في العزومات يا دكتور، يعني احنا لو التزمنا في بيتنا رمضان حلو في اللمه وفي العزومات وكده، بس لو قعدتي فتره يا يعني نهاوند مشيتي على البورشنز الصغيره، حتى وانت رايحه العزومه هتبصي على السفره مش هيبقى عندك الشيء ده. حصل معايا بيبقى صفر ولاقيني باكل سلطه وحته لحمه وشكرا، يا دينا ده فيها، انا اقول لهم انا كده تمام بجد والله. طيب بما ان احنا بقى اتكلمنا عن الجيم برضو عشان شهر رمضان، هل الجيم افضل قبل الفطار ولا بعد الفطار؟ لان في ناس متخصصين بيقولوا قبل الفطار ممكن يبقى فيه قلق لان الجسم ما بقاش فيه طاقه، لو انت اتكيت على نفسك شويه ممكن لا قدر الله يجيب مشكله طبعا. يعني ده ما فيش قلق، ده في قلق ومفيش اكل ومفيش طاقه ومفيش ميه وفي جفاف. يعني انا بحب لو قبل الفطار ما يبقاش رياضه، يعني نمشي نص ساعه كده دلع في التراك، لكن اكتر من كده مش بحبس. وبعد الفطار مش هنفطر وننزل على الجيم، لا احبس برضه. يعني بعد الفطار على الاقل بساعه ونص ساعتين يكون المعده مش مليانه اكل واروح انزل العب رياضه جامده، فممكن بعد الفطار بساعه ونص على الاقل لو عايز انزل العب. انا من الناس اللي بحب افضل قاعده في رمضان، يعني لا جيم ولا اي، انا خلوني قاعده كده لما الشهر يخلص. صح، لو كتير شايفه الطاقه دي بيجيبوها منين، والله ما شاء الله يعني. نروح لشاديه محمد، بتقول كنت عاوزه اعرف هل السكريات اللي في حلويات رمضان ممكن تتعارض او تقلل فعاليه المكمل الغذائي، وعندها سؤال. طب نجاوب على ده ونروح للسؤال الثاني. كثرة الحلويات الكتير جدا اكيد هتعلي لي مقاومة الانسولين، يعني هي مش هتأثر على فعالية ألب مالتي فيت، لكن ما هتعلي نسبة الانسولين، دي حاجة بعيدة عن ألب مالتي فيت. وانس ان مقاومة الانسولين عالية يبقى اكيد السكر ممكن يعلى في الدم، فانا بقول بألب مالتي فيت ومن غير ألب مالتي فيت بلاش الحلويات الرمضانية بكميات كبيرة جدا يوميا. كويس، كلي وحلي بقك بس بالمعقول، يعني 10 قطايف، 5 بلح الشام، قطعتين بسبوسه. بجد؟ لا لا بجد؟ ده على مدار الشهر يوميا على الشهر. يوميا الكلام ده. السؤال بقى التاني بتاعها، هل ممكن يساعد في نزول الوزن خصوصا احنا في رمضان بناكل من غير حساب؟ ألب مالتي فيت بيساعد في النشاط وبيساعد في عمليه الايض، هو مش دواء تخسيس عشان الناس برضو دي نقطه برضو تبقى لازم تبقى كلير اطلاقا عشان. هو بيساعد النشاط، فانت لما بتعملي نشاط كويس وبتعرفي تديري طاقتك ومودك احسن، فبتلاقي نفسك
لوحدك بتخسي، لكن هو اكيد مش دواء تخسيس. لا دي نقطه مهمه جدا. هو يمكن في لخبطه بتحصل، لان احنا اتكلمنا في فكره ان هو بيظبط المود، فربما ده بيلعب على فكره ان انا مش بكتئب فبجوع، يعني دي يمكن الربط الوحيد لكن ملوش علاقه بالتخسيس. لا يعني احيانا الاكتئاب هو اللي بيجوع على فكره، يعني لما الواحده قاعده عندها ديبرشن ما عندهاش نشاط هتعمل ايه غير انها احنا قاعدين قدام التلفزيون وهنقعد ناكل كل شويه. ايوه صح. لكن النشاط اللي لما يبقى فيه نشاط وفي ايض وفي مود بالعكس ده يخسس على فكره، لما بتنسي الاكل وقتها. فالبا مالتي فيت طبعا يا ريت الناس تصور العلبه عشان ما عنديش بديل لالبا مالتي فيت. كلمونا عن طريق الارقام اللي ظهر على الشاشه، الكول سنتر موجود لخدمتكم ويساعدكم في توجيهكم للصيدليه القريبه من بيتكم ايا كانت محافظه في مصر. ومهم قوي ان انا ما اشتريوش، ان في ناس بتمشي انا بشوف دلوقتي حاجات غريبه والله، تلاقي ناس واقفه على الجنب مثلا كده بتبيع كوزماتكس وميك اب وادويه وحاجات كده، ما تشتروش غير من الصيدليه يعني، علشان برضو دي نقطه مهمه. احنا الدواء ده متوفر في الصيدليات فقط يعني ما فيش حته تانية.